يعني احتفاليه وتكريم بجد يستحقوه، يعني فريق قوي ولعيبه اسمائها كبيره جدا، وبطوله يعني جات لنا بعد فتره طويله، فحاجه اكيد كلنا كاهلاويه المفروض نكون فخورين بيها. خلينا نروح نتابع بعض اللقاءات مع اللعيبه ونرجع نكمل كمان. التكريم بصراحه يعني حاجه تفرح جدا وكلنا مبسوطين الحمد لله، بس زي ما طبعا كله قال ان ده دي اول خطوه، طبعا في ضغط علينا كبير جدا ان احنا نفضل الاول، نفضل فوق على طول، فده طبعا عبء كبير، يعني عبء كبير علينا، بس احنا ان شاء الله قده وان شاء الله هنتعب ومركزين بالبطوله ببطوله. دي كانت خطوه واحده ولسه احنا مركزين ان شاء الله في الخطوه اللي بعديها اللي هي دوري مرتبط ان شاء الله، باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. الحمد لله كنا احنا داخلين الموسم ده كل الفرق مركزه ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نحصد اكبر عدد من البطولات، وده كان باين علينا من اول يوم، من اول ماتش بدأناه ماتش ودي كان باين ان الفرق كلها مركزه، والبطوله العربيه دفعه قويه لينا ان شاء الله، ان احنا عندنا دوري مرتبط، عندنا كاس مصر، عندنا ان شاء الله دوري السوبر، ان شاء الله باذن الله يكونوا في دولاب النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. بيبقى حاجه كبيره لينا طبعا ان احنا بيبو كمهتم بينا وجا وشرفنا في الملعب، ده كان حاجه كبيره لان ده حفزنا ان احنا لعبنا جامد ولو لعبنا احسن، انت فاهم. فالحمد لله يعني دي البطوله دي كانت بدايه لينا وان شاء الله لحاجه كبيره في المستقبل، وان شاء الله باذن الله احنا داخلين على المرتبط يوم الخميس دوت، فان شاء الله تبقى بدايه كويسه لينا. بشكر كابتن محمود وجهاز مجلس الاداره كله على التكريم الجميل اللي احنا فعلا بنستناه من كل بطوله ومتعودين عليه دايما، وهم دايما في ظهرنا وكل حاجه بتتم بمعرفتهم وعمرهم ما بيتاخروا علينا في اي حاجه، فبشكرهم كلهم وبقول لهم ان شاء الله باذن الله بدايه انطلاقه على قد ما نقدر باذن الله. بحب اوعد الناس واوعد الجمهور باذن الله رب العالمين ربنا يكرمنا وفي تقدم دايما باذن الله رب العالمين. الحمد لله على البطوله والحمد لله على المكسب. طبعا زي ما انت بتقولي تكريم مهم جدا طبعا لينا معنويا، تواجد كابتن الخطيب معانا وفي وسطينا حتى في البطوله نفسها كان دفع معنويه كويسه لينا جدا، بروح الفرقه وبيدعم الفرقه وهو ومجلس الاداره كله. طبعا تكريم مبسوطين جدا بالتكريم اللي حاصل لينا، بنحس بمدى اهميه الحاجه اللي احنا عملناها، بعيد انها طبعا اول بطوله تدخل نادي وده شرف لينا وشرف لكل واحد مننا ان هو يبقى موجود جوه منظومه تقدر انها تقدم حاجه تبسط الجماهير وتبسط النادي. الحمد لله يعني على الفوز. طبعا التكريم النهارده يعني ده كان حاجه يعني بتخلينا نشعر بالفخر طبعا لانتماء النادي الاهلي بمجلسه ورئيسه كابتن محمود الخطيب. يعني ده الحمد لله يعني بقى دي زي ما انت قلتي ان هي ان شاء الله البطوله الاولانيه لينا في اول بطوله في السنه، يعني تخلينا تدينا بوش كده لاول بطوله ناخدها وبعدين نكمل ان شاء الله. السنه دي بقى عندنا 3 بطولات ان شاء الله بقى نبتدي نتوج بالبطولات بقى، عشان السنه اللي فاتت يعني يمكن ما الجماهير ما كانتش مبسوطه مننا قوي، لكن الحمد لله السنه دي احنا ماشيين في التراك الصحيح وان شاء الله ناخد البطولات الثلاثه ان شاء الله باذن الله. نشكره جدا طبعا على التكريم الجميل ده يعني، وان شاء الله نقدر نبقى قد المسؤوليه دي، نقدر زي ما هو قال نقدر نبقى قد مسؤوليه ان احنا نقدر ننافس على اكتر على البطولات اللي جايه، وزي ما كابتن خطيب قال ده حمل علينا زياده مش حاجه نفرح بيها، لا ده بالعكس ده حمل علينا زياده ان احنا موسم لسه طويل بتاعنا، عندنا ماتشات قريب اصلا، فان شاء الله نقدر نشرفه ونشرف جماهير النادي الاهلي كلها يعني باذن الله. احنا بقالنا 3 سنين اصلا يعني بنعمل في الفرقه وبنتكلم ان احنا محتاجين بقى عايزين نكسب سنين كتير ورا بعض، فدي بدايه بقى بطوله كبيره، فطبعا زي ما كابتن محمود بيقول ما ينفعش نريح عشان هو اي حد دلوقتي باصص لك ان انت البطل، فنفسه يكسبك ونفسه يعني ياخد منك بطوله، بس ان شاء الله احنا التركيز هيبقى يعني اكتر الفتره الجايه ان احنا ان شاء الله اي بطوله نخشها نكسبها باذن الله.